يا ترى الدولار ممكن يوصل سعره 30 جنيه الأيام اللي جاية، خاصة بعد ما شفنا الفترة الأخيرة تخطي حاجز ال 27 جنيه، واللي خلى المصريين قلقانين من الفترة اللي جاية، وده لأنه ما بقاش في حاجة غريبة على الأخضر. وده طبعا مش كلامنا، ده كلام مؤسسات تصنيف عالمية توقعت استمرار ارتفاع سعر الدولار خلال الأسابيع اللي جاية. فهل ممكن يرتفع فعلا؟ وإيه تأثير ده على المصريين؟ تعالوا نعرف الإجابة في حلقتنا النهاردة. أنا ملك ريان، تابعوني. هو احنا ليه كل ما الدولار بيزيد والجنيه بيتراجع بنتأثر؟ الحقيقة ان تراجع الجنيه قدام الدولار بالشكل السريع ده عمل حالة من القلق لكل المصريين، خاصة انه خلاص ارتبط في ذهنهم انه مع ارتفاع الدولار بيكون في ارتفاع في كل السلع. طيب ايه اللي بيحصل وليه السلع بتتأثر؟ في البداية انت لازم تفهم ان مصر عندها نوعين من السلع، سلع حرة وذي اللي بيرتبط سعرها بسعر السوق، بمعنى انها بتتأثر بنقص الدولار وارتفاع سعره في البنوك. اما النوع التاني فهو السلع المدعمة، وهنا بقى بتتدخل الحكومة بشكل مباشر وتدعمها، زي مثلا البنزين وأسعار تذاكر المترو وأسعار سلع التموين زي الزيت والسكر والرز والعيش، واللي غالبا الحكومة بتحرك الأسعار دي بشكل محدود كل فترة وتقريبا مش بتقرب ناحية العيش خالص، وده لأنه أكتر سلعة بتهم كل المواطنين خاصة محدودي الدخل. طيب هل الجنيه كده هيستمر في الانخفاض؟ خبراء الاقتصاد قالوا إنه متوقع يحصل استقرار في سعر صرف الجنيه مع بداية الربع الثاني من 2023، وده لأسباب كتير، منها قدرة الشهادات الـ 25% اللي طرحها البنك الأهلي ومصر على خفض التضخم وسحب السيولة من المواطنين، وده الهدف منه تقليل تحويل المدخرات لدولارات، غير كمان التدفقات الدولارية اللي هتحصل عليها الحكومة من بيع بعض الأصول والسندات، غير كمان باقي فلوس كارد صندوق النقد الدولي، وكل ده طبعا هيزود حصيلة مصر الدولارية. طيب كده الدولار هيقل ولا هيزيد؟ مؤسسات اقتصاد دولية رفعت توقعاتها الأيام اللي فاتت لسعر الدولار مقابل الجنيه. بنك HSBC مثلا قال في تقرير لي انه بيتوقع ان الدولار يوصل ل 32.5 جنيه في الأيام اللي جاية، وكان الكلام ده غريب جدا لأنه من فترة كان متوقع انه هيسجل 26 جنيه بس. ومع بداية 2023 المصريين كانوا شاهدين على حدوث موجة شديدة من الانخفاضات الحادة في أسعار الصرف، واللي تسببت في ارتفاع سعر الدولار ل 27.15 قرش، والتحركات السريعة دي في سعر الصرف بدأت على طول بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفايدة لتصل 16.25% للإيداع و 17.25% للإقراض، وبعد الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي على برنامج كارد جديد لمصر. تفتكروا بقى ممكن نشوف موجة ارتفاعات تانية لأسعار الدولار خلال الأيام اللي جاية ولا لأ؟